أما في لبنان فقد مرت علينا ذكرى 13 نيسان المشؤومة التي بدأت الحرب المجنونة في لبنان، التي فجرت الحرب المزرة المأساة في ساحاته من خلال أكثر من خلفية دولية أو إقليمية أو عنوان محوري على المستوى الدولي أو المحلي، مما كان يجتذب المشاعر ويثير الغرائز ويدفع نحو الجنون. وقد هدأت الحرب، ولكن ربما كان الواقع الذي نعيشه الآن استمراراً للحرب بوسائل أخرى قد تكون أكثر خطورة وأدى أكثر خطورة من في الواقع وأذن من القنابل، لأنها القنابل تقتل الجسد، ولكن هذه الحرب السياسية الاقتصادية تقتل الروح. فقد تحولت الطائفية والمذهبية إلى غول ضخم يفترس القضايا الحيوية ويفتك بالمستقبل بأشد مما كانت عشية عليه عند وقف الحرب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا.